ولذلك يتجرؤون علينا. ولذلك يتجرؤون علينا. نعم، أعود للدكتور شعيب الحسيني. دكتور شعيب، فيما يتعلق بالمقاطعة، ما رأيكم في فكرة مقاطعة المنتجات الهندية كمسار من المسارات التي يمكن أن يتم الضغط بها على الحكومة الهندية، سواء بتنفيذ قرارات أو حتى التلويح بها؟ أصلا في الحقيقة أنا كمواطن هندي سلمي أنا لا أوافق على هذا الرأي من هذه البلاد على المقاطعة، لأن كثيرا من المسلمين أيضا يتجرون بهذه التجارات خارج البلاد، وإن نعم. لهم بعض الصناعات أيضا موجودة، فربما يؤثر هذا العمل أو هذه المقاطعة على بعض التجار المسلمين في البلاد أيضا، لأن للمسلمين تجارات واسعة جدا في هذه الدول، دول الخليج. ف شخصيا أنا لا أوافق على هذا الرأي، ويمكن لأصحاب البلدان الأخرى أن يتخذوا قراراتهم كما يرون، لكن كمواطن هندي أنا لا أرى هذا القرار موافقا للمسلمين ولغير المسلمين في الهند. ولكن كما أرى من النافع جدا والمؤثر على القضية أن يتكلم البلدان المختلفة مع أصحاب الهند ويرفعون إليهم هذه القضية كما يشاءون، ولكن المسلمين بأنفسهم في هذه البلاد يرفعون قضيتهم ولا يزالون أحياء بحمد الله تعالى بهذه القضية، وإنهم يرون هذه القضية قضية حياة، لأن المسلمين لا يعيشون في البلاد إلا بالإسلام، وإسلامهم باق حسب ضمان القرار وقانون الهند، وقبل ذلك بعقيدتهم أنفسهم نعيش على هذا الإيمان ونعيش على هذا الإيمان ونموت على هذا الإيمان، وإن أساءوا إلينا قبلناه، ولكنهم إذا أساءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم رفضناه ولا نقبله أبدا أبدا. هذا موقف المسلمين في البلاد، ولكن ما يتخذ من القرارات من الخارج لا نقوم به ولا نؤيده ولا يمكننا أن نوافق معه إذا كان لا يوافق قانون الهندي والمعايشة السلمية في البلاد، لأننا نريد التعايش السلمي مع المسلمين وغير المسلمين، نحترم الشخصيات التي يحترمها غير المسلمين في البلاد، فنطلب منهم أن يحترموا الشخصيات، وكما نتعامل معهم في التجارة والصناعة وفي الأسواق وفي كل المجتمعات، ونطلب منهم أن يتعايشوا بهذا السلم مع المسلمين. أما ما يجري خارج البلاد فليست لنا أي علاقة بها، لا تأييدا ولا موافقة، وهذه قراراتهم كما يشاءون. نعم، وصلت الفكرة. أشكركم شكرا جزيلا دكتور شعيب الحسيني الندوي الداعية الإسلامي، كنت معنا من ولاية كرناتكا الهندية، شكرا جزيلا لكم. أعود إليك مرة أخرى فضلت الشيخ الحسن بن علي الكتاني. إذا تحدثت عن فكرة المقاطعة الهندية، هل ربما المقاطعة في حد ذاتها تؤتي أكلها من وجهة نظرك فيما يتعلق بهؤلاء الماديين الذين يعشقون المال ويعشقون المادة؟ أنا الحقيقة لا أركز على قضية المقاطعة. أنا عندي عدة أفكار. الفكرة الأولى، هناك فكرة الإضراب، إضراب من قبل المسلمين في الهند نفسها، خاصة في الأماكن التي يشكلون فيها الأغلبية. لو أن هؤلاء أضربوا إضرابا تاما عن كل شيء وأغلقوا دكاكينهم، هذا سيؤدي إلى تأثير كبير على الهند، وخاصة ونحن نعلم أن فيهم أصحاب رؤوس أموال كبيرة. فإذا بهذه الطريقة هناك يعني سيهرول الساسة في الهند لخطب ود المسلمين. هذه مسألة. المسألة الثانية، لأن إذا قلنا إضراب، لأن المقاطعة، نحن سنقاطع الهند، سنقاطع الصين، طيب إلى متى؟ هذا لا يؤثر فيهم، لأن حتى الذين يقاطعون بجدية هم قلة قليلة. ففي النهاية يعني هذه المقاطعة لن تؤثر، لكن الذي سيؤثر هو اتخاذ الدول قرارات صارمة. يعني لو أن الدول اتخذت قرارات صارمة، لوحت
قطعي بإرسال العمالة أو لوحت بأن لن تشتري هذه البضائع من، وإن كانت البضاعة الهندية ليست كثيرة يعني، يعني فلذلك أنا أركز على قضية العمالة، قضية الإضراب، الإضرابات، هذه أسلحة قوية في أيدي المسلمين، في أيدي مسلمي الهند وفي أيدي مسلمين خارج الهند.